بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الكرام. النهاردة بنقدم لكم إن شاء الله رب العالمين مخطط تعرف على الشق القاعدي في ملح بسيط، والكشف عن الكاتايون. ده سكيم عام للكشف عن الكاتايون في unknown، أنا بعرفوش. هو scheme for identification of basic radical in a sample salt. علشان أتعرف على هذا الكاتايون يجب إن أنا أعرف إن أنا أعمل إزاي salt solution، لأنه detection للبيزك راديكال لابد أن يجرى في محاليل، يعني لازم أعمل محلول من السولت اللي عندي أو الأنون اللي عندي علشان أعرف أكشف عنه، ولابد إن أنا أعمل كمية معقودة من المادة الصلبة في مذيب مناسب. طبعا اختيار المذيب ده مهم جدا، يبقى ناخد كمية ولتكن نصف جرام مثلا، كمية قليلة مع كمية كافية من المذيب، والمذيب بنختاره وفقا للترتيب التالي. نمرة واحد، أجرب الماء البارد، أجرب جيدا، يعني أنا عشان أعمل مذيب لازم أخد كمية قليلة من المادة الصلبة ثم أضيف على الأقل 1 ملي، يعني أخد 1 ملي من المذيب، أخد ربع جرام من المادة الصلبة وأضيف عليها 1 ملي من المذيب. فهبدأ بالماء البارد وأرج جيدا وأتأكد إن المادة ذابت أو لم تذوب. فإذا المادة لم تذوب فأسخن هذا المحلول، هذه المادة أسخنها مع الماء وأرج أيضا جدا حتى الغليان حتى تذوب. دابت أخفف بقى بالماء، أزود شوية مية تخفيف. يبقى إذا أبدأ بالماء البارد ثم الماء الساخن. طب ما دابتش لا في ماء بارد ولا ماء ساخن، أجرب دايليوت HCl اون كولد قبل ما اسخن، يعني ما اخدش بقى اتش سي ال على المادة دي على طول، اجيب كمية قليلة تانية واضيف اتش سي ال مخفف. لو لم تذب على البارد اسخن، طب لم تذب على البارد ولا الساخن في الدايلوت اتش سي ال، استخدم كونسنتريتد اتش سي ال على البارد ثم على الساخن. لو ما دابتش اجرب دايليوت نيتريك اسيد على البارد وعلى الساخن، ما دابتش اجرب كونسنتريتد نيتريك اسيد برضو على البارد وعلى الساخن. لو ما دابتش باجرب مذيب يسمى اكواريجيا، اللي هو بتلات حجوم من ال HCl المركز مع حجم واحد من حمض النيتريك المركز، يعني لو خدت 3 ملي مثلا من حمض الهيدروكلوريك المركز اخد 1 ملي من حمض النيتريك المركز. وهو الحقيقة اغلب المواد عندنا بتدوب على طول، يا اما في الماء البارد يا اما في اتش سي ال المخفف، فما نقلقش يعني. وهناك نصائح جيده لما بستخدم كونسنتريتد او الماده دابت على الساخن، لازم ابرد الماده اللي عندي واخفف بالميه. طب لو انا استخدمت كونسنتريتد نيتريك اسيد او مذيب اكواليجيا، يفضل ان انا افضل انا ان انت تبخر
الكمية زيادة حتى دراينس، يبقى المادة ايه؟ صلبة. وبعدين طبعا ده المفروض انا ابخر الكلام ده في خزانة الغازات، ثم ادوب الفيزيديو ده او الراسب ده في الماء، وكده يبقى انا حصلت على صلب دوش. طيب هنبدأ بقى نتعرف على كاتيونات المجموعات واحدة واحدة. الخطوة الأولى، ده سكيم عام. الخطوة الأولى في التعرف في السكيم العام على الكاتيونات إن أنا أعمل ديتكشن على الأمونيوم كاتايون أول حاجة، رغم إنه في المجموعة السادسة، ده أنا بعمل عليه ديتكشن في بداية السكيم. بعمل الديتكشن ازاي على الامونيوم كاتايون؟ باخد السول سوليوشن للماده اللي عندي للانون، واضيف عليه صوديوم هيدروكسيد سوليوشن، واسخن، يبقى انبوبه نظيفه زي ما تعودنا، واعمل سول سوليوشن ايا كان بقى في ايه، في حسب المذيب اللي انت استخدمته، وأضيف هيدروكسيد صوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم، وأسخن. إذا كانت موجودة الأمونيا بتشم ريحة الأمونيا وأنت بتسخن، وفي أبخرة بيضاء بتظهر كده عند فوهة الأنبوبة. هذه طريقة. وفي طريقة جميلة إن أنا آخد المادة الصلبة بيتري ديش أو زجاجة ساعة أو أي شيء بروسيلينا مكسورة عندك، تاخد كمية قليلة من المادة الصلبة اللي عندك، وأضيف عليها كمية مساوية من كربونات الصوديوم صلبة، وأبللها بالماء. أبللها بالماء، مش أغرقها مية، مش أعمل محلول، لا، أبللها فقط بالماء، وأفركها جيدا بإيدي او باي جلاس رود. افرك جيدا، افرك كويس قوي، هتشم ريحة، تقرب الجلاس رود، تقرب زجاجة الساعة او البروسيلين اللي انت بتطحن فيها دي منك كده، هتشم ريحة امونيا. يبقى في طريقتين للتعرف على الامونيا، مع هيدروكسيد الصوديوم او المادة الصلبة مع كربونات الصوديوم، مبللة بالماء، مبللة وليست غرقانة بالمي، مش محلول يعني، هتشم ريحة الأمونيا. إذا وجدت الأمونيا خلاص، يبقى أنت عندك المادة اللي عندك، الكاتايون اللي عندك أمونيوم، أمونيوم كاتايون. طيب عندنا احتمالات، إذا كان فيه أنت شميت ريحة الأمونيا، يبقى أنت عندك أمونيوم كاتايون. تعمل تجارب التأكيدية على الأمونيوم كاتايون اللي موجودة تحت بند المجموعة السادسة. طب لو انت ما شمتش ريحة الأمونيا، ما فيش ريحة أمونيا، يبقى انتقل بقى للخطوة اللي بعدها، الخطوة التانية بقى. يبقى احنا ما شمناش ريحة أمونيا، يبقى انتقل إلى الخطوة التانية. الخطوة التانية اللي هي detection of cations of group 1 اللي هي salt solution that diluted HCl. يبقى في عندي دلوقتي احنا في الخطوة الثانية، حاولنا نتعرف على الأمونيا ما لقيناش أمونيا. طب لو لقيت الأمونيا خلاص، يبقى انت في البداية كده مش هتدخل في السكيم بقى، هتبدأ تتعرف على الأمونيوم كاتايون من خلال التجارب التأكيدية على الأمونيوم كاتايون. طب انا ما شمتش ريحة الأمونيا او لم اجد الأمونيا، يبقى بنتقل إلى الخطوة الثانية اللي هي خطوة التعرف على المجموعة، أكاتيونات المجموعة الأولى اللي هو الكاشف لها ديليوت اتش سي ال. يبقى باخد سول سوليوشن، احنا قلنا بقى جميعها كاتيونات بتتعرف عليها من خلال السول سوليوشن، هناخد سول سوليوشن زي ديليوت اتش سي ال زي ما تعودنا في المجموعة الأولى. هيبقى عندك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ان يظهر عندك راسب ابيض بيتحول الى اسود باضافة زيادة من الامونيا،
يبقى اللي عندك ده ميركراس، أو رسب أبيض لا يذوب في الأمونيا اللي هي الأمونيوم هيدروكسيد ولكن بيدوب في الماء الساخن، يبقى اللي عندك ليد، أو رسب أبيض بيدوب في الأمونيا ويترسب مرة تانية بإضافة ديليوت HNO3 اللي هو النيتريك أسيد المخفف، يبقى اللي عندك سيلفر فضة. يبقى أنا عندي 3 احتمالات وشفناها في المجموعة الأولى، وواضحين جدا التلات احتمالات مختلفين. رسب أبيض يتحول إلى أسود بإضافة من إضافة أمونيا، ولكن لو رسب أبيض ولا يذوب في الأمونيا وما يتحولش إلى الأسود وبيدوب في الماء السخنة يبقى ده ليد. لو رسب أبيض بيدوب في الأمونيا ولا يتحول للون الأسود وبيعيد ترسيبه لما بضيف عليه دايلوت نيتريك أسيد يبقى اللي عندي سيلفر. اوعى تفكر ان هيبقى عندك التلاتة، لا واحد منهم، يا ميركراس يا ليد يا سيلفر. ظهر واحد منهم عندي ميركراس مثلا، هروح اعمل التجارب التأكيدية اللي تحت الميركراس في المجموعة الأولى، يبقى لازم اعمل التجارب التأكيدية عشان اتأكد. طيب لا ظهر عندي لما عملت تجربة سول سوليوشن مع دايلوت اتش سي ال، لم يظهر عندي اي راسب، يبقى هتجه بقى الى الخطوة الثالثة، هنروح بقى نتعرف على كاتيونات المجموعة الثانية. يبقى الخطوة الثالثة التعرف على كاتيونات المجموعة الثانية. ايه بقى كشف المجموعة الثانية؟ احنا قلنا سول سوليوشن وبعدين اضيف اتش سي ال، قليل من اتش سي ال، ثم امرر غاز اتش 2 اس علشان هذه الكاتيونات اللي هي كاتيونات المجموعه الثانيه تترسب على هيئه سلفايدز في وسط حمضي. ويا رب نكون فاكرين الكلام ده من العمل اندر جروب 2. لو انت بقى حصلت على راسب في هذه الملعقة، حصلت اي راسب اسود اخضر احمر، سيبه يترسب شوية، سيبه كده يهدى ويحمل له سيتلينج، واخد جزء من الراسب واجر جزء من الراسب في انبوبة اخرى واضيف عليه حوالي 1 ملي من امونيوم صلفايد اللي هي الكالرلس، في امونيوم صلفايد صفراء وامونيوم صلفايد كالرلس، ونشوف بقى مدى ذوبانه في الامونيوم صلفايد. اذا كان هذا الراسب لا يذوب في الامونيوم صلفايد يبقى يتبع مجموعه 2A اللي هي سب جروب يعني. طب لو داب في الامونيوم صلفايد بيبقى بيتبع سب جروب 2B. احنا عارفين ان جروب 2 مقسمة الى قسمين، جروب 2A وجروب 2B. جروب 2A الصلفايد بتاعها الرواسب بتاعتها السلفيدات بتاعتها لا تذوب في الامونيوم صلفايد، لكن رواسب السلفيدات في المجموعة الثانية بي بتدوب في الأمونيوم صلفايد. يبقى أنت من البداية عرفت إذا تكون عندك راسب، إذا داب يبقى مجموعة 2B، إذا ما دابش يبقى مجموعة 2A. تعال بقى نشوف مجموعة 2A، افرض الراسب اللي عندي ده ها ما دابش، يبقى يظهر عندك لون أصفر كناري يبقى كادميوم، لو ظهر لون او راسب اسود يبقى كبر، لو ظهر لون او راسب عفوا بني
يبقى اللي عندك بيضمص. لو ظهر راس بأبيض يبقى ميركريك. طبعا هذا الراس بتاع الميركريك ده بيتحول إلى يلو بعدين براون وبعدين يتحول إلى بلاك نتيجة ترسب الذئبة في أعلى أنبوبة. طب حصلت على أحد هذه الرواسب، وطبعا هذه الرواسب لا تذوب في الأمونيوم صلفايد، حصلت على واحد منهم مثلا بتاع البيزماس اللي هو براون بالاستيل، يبقى أجري بقى عليه تجارب التأكيدية للبيزماس من المجموعة الثانية. طيب لما ان انا ما حصلتش على اي راسب من دول، يبقى ده اكيد اذا كان عندك ومن الاول دايب فيه الامونيوم صلفايد يبقى اللي عندك ده مجموعه 2B، المفروض يديك راسب اصفر مع الستينك او راسب بني مع الستينس أو راس برتقاني مع الأنتيوني. يبقى حصلت على أحد هذه الرواسب، افرض حصلت على راس أصفر وبيدوب في الـ HCl الساخن، يبقى اللي عندي ده استنك، هروح أعمل تجربة التأكيدية بتاعه. يعني يا جماعة في البداية خالص اما بدات اعمل التجربه اللي هو سول سوليوشن مع دليوت اتش سي ال ومررت عليهم اتش 2 اس جاز، حصلت على راسب ايا كان الراسب اصفر او اسود او بني او ابيض او برتقالي، هاخد اسيبه لما يستل كده يكون استقر، اخد جزء منه واضيف عليه امونيوم سلفايد، اجرب ذوبانه في الامونيوم سلفايد، إذا داب فيبقى تابع سب جروب 2B، ومشغلش بالي بقى بالسب جروب 2A، أبدأ في شغلي مع السب جروب 2B، لو ما دابش أبدأ شغلي مع سب جروب 2A. طيب ما حصلتش من البداية في الخطوة التالتة دي على راسب من أي من هذه الرواسب، يبقى انتقل بقى على الخطوة اللي بعد كده الخطوة الرابعة عشان اتعرف على كاتيونات المجموعة التالتة. كاتيونات المجموعة التالتة تترسب على هيئة هيدروكسيدات في وجود الامونيوم كلورايد الصلب. خلي بالك ان انت عملت التجارب دي قبل كده، هتاخد صول سوليوشن مع امونيوم كلورايد صلب مع امونيوم هيدروكسيد يدوب تبقى قلوي، يعني ما تفتريش في اخذ كميه كبيره من الامونيوم هيدروكسيد والا هتعمل عندك مشكله كبيره في اظهار الرواسب. طيب هيظهر عندي احتمالات، يا اما يدي راسب يا اما ما يديش. لو اداني راسب اتبع التعرف على كاتيونات المجموعه هذه المجموعة اللي هي المجموعة الثالثة، لو ما فيش يبقى انقل الخطوة اللي بعد كده. لو اداني جراي جرين او لون جراي يبقى ده كروميوم، لو اداني جيلاتينيوس وايت بريستيت يعني راسب ابيض جيلاتيني يبقى المنيوم، لو اداني لون بني محمر يبقى فرك، لو ادى وايت بريستيت يبقى فرس. طب انا حصلت على احدهم مثلا راسب ابيض جيلاتيني يبقى اللي عندك ده الومنيوم، روح بقى تحت تجارب الالومنيوم التاكيديه واعمل التجارب التاكيديه. طب لم احصل على اي راسب من دول، لا جراي ولا جيلاتيني وابيض ولا براون ريد ولا وايت بريسيبتيت، يبقى ما عندكش حاجه من المجموعه دي، يبقى انقل على الخطوه الكام بقى، الخطوة الخامسة اللي هي التعرف على المجموعة الرابعة. ها؟ لو انت بقى يعني وانا عارف متأكد انكم كلكم اذكياء، ما ترميش المحلول بتاع الخطوة الرابعة اللي هو صول سوليوشن مع امونيوم كلورايد صلب مع
الامونيوم هيدروكسيد، انا ضفتهم وما حصلتش على حاجه، لم احصل على الرسم. ما ترموش، ضيف عليه، مرر عليه غاز اتش 2 اس، لان كاشف المجموعه الخمسه، اقرا كده معايا، سول سوليوشن اضيف عليه امونيوم كلورايد وبعدين امونيوم هيدروكسيد لغايه ما يبقى قلوي، اللي هو كاشف المجموعه الثالثه. بيزيد في المجموعه الرابعه ان انا امرر عليه غاز اتش 2 اس، احصل على خمس احتمالات، اربعه منهم تحت البند المجموعه الرابعه، والخامس ما يكونش عندي اي راس. يعني لو ظهر عندي راس باسود يبقى نيكل، لو ظهر عندي راس باسود ايضا وده برضو بيدوب في الاتش في الاتش ان او 3 المركز يبقى كوبر، لو ظهر عندي بافوسفيت يبقى منجنيز، لو ظهر عندي راس ابيض يبقى زنك. يبقى انا عندي هذه الرواسب اذا ظهر احدهم مع كشف المجموعة الرابعة يبقى ده هذا الراسب ضمن كاتيونات المجموعة الرابعة. افترض ان انا حصلت على باف بريسبيت يبقى ده منجنيز. انزل بقى تحت كاتيونات المجموعة الرابعة ودور على المنجنيز واعمل التجارب التأكيدية اللي تحت منه. او طلع عندك مثلا نيكل، اعمل التجارب التأكيدية اللي تحت النيكل. طيب افرض ما حصلتش بقى على راس اسود ولا راس باف ولا راس ابيض، يبقى ما عندكش حاجه في المجموعه الرابعه. يبقى تعمل ايه بقى؟ تنقل على الخطوه بقى الكام؟ السادسه، اللي هو الكشف عن مجموعات او كاتيونات المجموعه الخامسه. طيب كشف المجموعه الخامسه ايه بقى؟ سول سوليوشن وامونيوم كلورايد وامونيوم اكسيد لغايه ما يبقى قلوي. هنا بقى ما احتفظش بمحلول المجموعه الرابعه إذا كانت معقولة، إذا لك مجموعة رابعة زي لم توجد معك، ارمي هذا المحلول خلاص ونظف أنبوبتك كويس، وابدأ اعمل بقى سول سوليوشن مع أمونيوم كلورايد مع أمونيوم هيدروكسيد لغاية ما يبقى يا دوب قلوي، وبعدين أضيف عليهم أمونيوم كربونيت. يظهر عندك أحد هذه الاحتمالات، يا إما راسب أبيض وبرده راسب أبيض و الاثنين دول بيدوبوا في المينرال اسيد ومع الباريوم بيدوب في الاسيتيك اسيد، وراسب ابيض برضو من الكالسيوم في حاله الكالسيوم وبيدوب في المينرال اسيد ايضا. يبقى هنا في هذه المجموعه كلهم راسب ابيض، يعني يحصل في مشكله. عشان كده انت لما بتروح تعمل التجارب التأكيدية بتعرف اللي عندك ده باريوم ولا سترونشيوم ولا كاليسيوم. طيب يا عمنا لو ما ظهرش عندي احد هذه الرواسب، يعني ما ظهرش عندي رسوب ابيض، يعني اعمل ايه؟ انتقل بقى للخطوة اللي بعدها اللي هي خطوة السابعة، اللي هي التعرف على كاتيونات المجموعة نين الثالثة اخر مجموعة. واحنا اوريدي اتعرفنا على احد كاتيونات المجموعه دي في البدايه خالص اللي هو الامونيوم كاتايون، لان هذه المجموعه بتحتوي على ايه؟ كاتيونات ايه؟ امونيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وصوديوم. يبقى ما تشغلش بالك بالامونيوم بقى، ما الامونيوم كاتايون انت اتعرفت عليه في الاول ما لقيتوش، تيجي هنا بقى تدور عليه هنا؟ ما ينفعش. عشان كده بقول لك وبذكرك انت خلاص اتعرفت على الامونيوم في بداية هذا الاسكيم. طب اعمل ايه بقى؟ اتعرف على البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. اتعرف عليهم ازاي؟ اعمل التجربة سول سوليوشن مع الامونيوم كلورايد مع الصوديوم فوسفيت، وده بيسموه صوديوم هيدروجين فوسفيت. يبقى اخد سول سوليوشن مع امونيوم كلورايد صوليد مع الصوديوم فوسفيت، لو اعطاك راسب ابيض متبلر بيدوب في المينرال اسيد يبقى عندك مغنيسيوم. طب يا عم طلع عندي مغنيسيوم فعلا، ما انت دي اخر حاجه بقى في المجموعات، طلع عندي راسب ابيض فعلا مع الصوديوم فوسفيت، يبقى روح اعمل تجارب التأكيدية بتاع المغنيسيوم
وما تتوقفش هنا، روح اعمل تجربتين ثلاثة من ايه التجارب التأكيدية للمهندس. طب ما طلعش عندي راس ابيض، ما طلعش راس ابيض، يبقى تعمل فليم تيست. فليم تيست اللي هو على بنزن اللي هو مش عامل لوحة، اللي هو عديم اللون، مش مهبب، مش عامل دخان. انتوا فاكرين لون الفليم تيست للصوديوم بيدي لون ايه؟ نسينا، اسمه لون اصفر ذهبي. وانا فاضل عندي البوتاسيوم والصوديوم، انا اتخلصت من المغنيسيوم ما لقيتوش، فلما اعمل فليم تيست هيفرق لي بين البوتاسيوم والصوديوم. لو اداني جولدن يلو كولر مع فليم تيست بتاع، يبقى اذا ده صوديوم كاتايون. طب لو عطى فايلوت كولر يبقى ده بوتاسيوم. ولو حبيت وانا افضل انك تعمل تجربة تأكيدية على كل منهم بعد الفليم تيست، وبكده يا حبيبي تبقى انت حصلت على سكيم وافي للتعرف على كاتيونات في النون انت ما تعرفوش. طيب يا اخي خلي بالك، انت لو وصلت الى هذه المجموعة في الاخر وما حصلتش على اي نتيجة، يبقى انت حصلت على خطأ اثناء التجارب وانت ماشي. علشان كده بانصح ان انت تعمل تجاربك من البداية، من اول الفيزيكال بروبرتس، حتى كل خطوة بعناية وبتركيز، علشان هتتعب جدا تيجي توصل في الاخر وما تلاقيش، ما تعرفش ان انت وصلت ما حصلتش على نتائج، يبقى ده خطأ كبير جدا. تعالوا بقى ناخد مثال على ازاي يكون عندي انون وعايز اتعرف عليه. هاخد انون لقيته بيدوب في الماء البارد، قلت يا سلام ده الحمد لله رب العالمين، ما ده هو ده، واخش نفسي بقى في المذيبات الباقيه. اللون بتاعه ابيض والستيت بتاعه سوليد، وكان الشيب بتاعه كريستالز، كريستالز يعني متبلر كده، عامل زي بلورات السكر او الملح الطعام، وفي باودر اللي عكسه اللي هو بيبقى زي الدقيق او زي النشا. الاكشن اون ليتمس بيبر لقيته نيوترال. طب عظيم، احنا قلنا الخواص الطبيعيه دي مهمه جدا، لازم تبداها بالعمل، انك تبدا تعمل الخواص الطبيعيه الاول. كيميكال بروبرتي او الكيميكال اكسبيرمنتس، هنكتب بقى ايه؟ مين بقى فاكر بقى هنكتب ايه؟ اول خطوه نعملها ايه؟ انت عملت ايه؟ انت تكتب اللي عملته. وعشان كده بنصح كل مره اقول لكم التجربه اللي تعملها حط الانبوبه واكتبها، ما تنتظرش للاخر، كل تجربه اتعملت تكتب. يعني اول خطوه انا عملتها التعرف على الامونيا، ديتكشن اوف امونيوم كاتال، ما لقيتش ريحه امونيا، يبقى اكتب ايه في الريزلتس؟ اكتب امونيوم كاتايون از ابسنت. عفوا انا كاتب امونيوم كاتايونز، هي امونيوم كاتايون فقط از ابسنت، اقول كاتيون الامونيا مش موجود. خلصت عملت التجربه، احط بقى الانبوبه وامسك القلم بتاعي واكتب، يا استاذ الكراسه هتبوظ وهتغرق ميه وهتغرق مواد. هي دي النقطة المهمة اللي أنا عايز أشوفها، إن الكراسة بتاعك مليانة مية ومليانة مواد، يبقى أنت شغال. لكن اللي قاعد بقى ده بطبق الكتاب وحطه جنب منه وعمال يشتغل، وبعدين يروح البيت بقى ويقول لك أنا عايز أعمل في البيت، ما ينفعش. أنا عايز أشوف الروبورت بتاعك كل معمل وكل خطوة أنت عملتها، ده مهم جدا يا جماعة. الخطوة الثانية، خدت السول سوليوشن، أتعرف على المجموعة الأولى، ما لقيتش حاجة في الرواسب في المجموعة الأولى، ما ظهرش عندي راس، يبقى اقول ايه؟ كاتايونز اوف جروب 1 ار ابسنت. وايضا ما لقيتش مع المجموعه الثانيه اللي هي الكاشف بتاع اتش 2 اس، ما لقيتش، يبقى كاتايونز المجموعه الثانيه ار ابسنت. هدخل على المجموعه الثالثه برضه ما لقيتش رواسب اللي هي الهيدروكسيدات، المجموعه دي انا بترسب على الهيدروكسيدات مع الامونيوم هيدروكسيد، يبقى كاتايونز المجموعه الثالثه ار ابسنت، صح ولا لا؟
وانا اتعمدت اعمل ده كله علشان اوريك انت هتتمشي تسلسل ازاي. طيب لقيته بقى سول سوليوشن مع الامونيوم كلورايد ومع الامونيوم هيدروكسيد وضفت اتش تو اس، طلع عندي راس الاصل راس البف بستين. ده هنا بقى اقول ات مي بي منجنيز، اللي هو المنجنيز كاتايون. اعمل له تجارب تاكيديه مع صوديوم هيدروكسيد، اداني راس ابيض وتحول لون بني في الهواء، يبقى ده بيؤكد لي ان ده منجنيز. عملته مع الليد اوكسايد ودايلوت نيتريك اسيد، لقيته بيديني فايلوت برمنجانيت كولر، لون لون البرمنجانات عطى لون الفايلوت ده، يبقى انا بيؤكد تماما اللي عندي منجنيز. يبقى اجي في الاخر واقول ايه؟ دي انون كاتاين فروم جروب كام؟ 4، وده منجنيز. كاتاين بتاعنا الاستراك كيميكال استراكشر بتاعه ايه؟ ام ان 2 بلس. يا رب نكون وفقنا ان احنا نوصل هذه المعلومات، ونشوفكم على خير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.